بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فرحان عطية من قناة فري اديوكيشن. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هنعمل معاكم مراجعة نهائية عن فبراير مانسلي تيست، اللي هو المقصود ب مارس، منهج مارس 2021 2021 يعني. اتمنى ان انا ان شاء الله ابسط لكم المعلومة. finish the following dialogue، انهي الديالوج الاتي او الحوار الاتي. سامح عند سلمى are talking about the next summer holiday، بيتكلموا على اجازة الصيف القادم. سامح بيقول what are you going to do next summer holiday، هتعمل ايه في اجازة الصيف القادمة يا سلمى؟ I'm going to join a public library، انا سوف انضم لمكتبة عامة. فبتقول لها good، do you have a library in your town، هل عندكم مكتبة في مدينتكم؟ هتلاقي yes we have one in our town، احنا عندنا واحدة في مدينتنا. فبتسألها بتقول لها what about you، ماذا عنك؟ هتقول لها I haven't decided yet but I may go to Alexander، انا ما قررتش لحد دلوقتي بس انا من الممكن ان انا اذهب الى اسكندريه. What will you do there، هتعمل ايه هناك؟ I will swim I'll swim in the sea او I will swim in the sea، انا سوف اسبح في البحر. I wish you the best of luck، اتمنى لك حظ جيد. هتلاقي thank you، شكرا. Write what you would say in each of the following situations، هتقول ايه في المواقف الاتية. You want to book a train ticket to Alexandria، انت بتريد ان انت بوك، هنا معناها تحجز تذكرة للاسكندرية. هتقول could I book a train ticket to Alexandria او Alex. Your friend is very tired، صديقك متعب جدا. Because he went to bed late last night، انت هتقول له you shouldn't have gone to bed late yet last night، كان لا يجب عليك ان انت تذهب الى النوم متأخر الليلة الماضية. Your friend asks about your homework which is very difficult، صديقك بيطلب منك سألك عن الواجب بتاعه، الواجب بتاعك لو هو حيث هو صعب جدا. فتقول my homework is very difficult، بس بمنتهى السهولة. reading comprehension، قطعة بالقطعة دوت، ما مش قطعة حفظ كلمات، القطعة أهم حاجة فيها الفهم. القطعة بتتكلم عن ايه، قابلني كلمات فيها مش فاهم معناها، أخمن معناها، اقرا الاسئله الاول وافهم معناها كويس، عشان لو فهمت معناها غلط هحل غلط. بعد كده بدور على اجابه الاسئله دي في القطعه. عندنا اول سؤال how is physical education useful، كيف التربيه الرياضيه، physical education اللي هي التربيه الرياضيه، مفيده طبعا. physical education helps us grow strong and keep us fit، بتخلينا بنبقى أقوياء ولائقين بدنيا. why do we learn foreign languages، لماذا احنا بنتعلم لغات أجنبية؟ foreign languages enable us، بتساعدنا to communicate with other people، نتواصل مع ناس آخرين. and to know how other people think and talk، وبنعرف الناس الآخرين بيتكلموا ازاي وبيفكروا ازاي. What does he the underline word they refer to، كلمة زي بتشير إلى إيه؟ بتشير إلى plants، زرع، animals and people، والناس والحيوانات. And we can learn about living things in biology، في علم الأحياء بنتعلم عن الكائنات الحية.
If you want to know about your own country, you should study. لو انت عايز تعرف عن مدينتك انت يجب ان انت تدرس الهيستوري التاريخ. The reader القصة. York was Earl Smith's helper. المساعد لسيد سميث. فلتشر اللي هو المختلس was accused of stealing the horses' food. كان متهم بسرقة طعام الحصان. ليزي دي was a young horse at Earlshall Park. كان حصان صغير في حديقة إيرلشول. ليدي سميث liked her horses to use special reins. كانت بتحب ان هي الحصانة بتاعتها تلبس سلاسل خاصة. What advice did the doctor give Mr. Berry to keep healthy? النصيحة اللي اعطاها الدكتور لمستر بيري عشان يفضل بصحة جيدة. He advised him to ride a horse. نصح انه يركب حصان to keep him healthy. What happened to Fletcher? اللي حصل للمختلس. The police arrested him. البوليس قبض عليه. Do you think that Black Beauty was angry with Ginger after the accident? Why not? No. ما طبعا ما اعتقدش انه كان زعلان منه. Because he realized that ادرك ان جينجر only did this. هو اللي عمل كده لوحده. Because the reins were uncomfortable. يعني ما كانتش السلاسل ما كانتش مريحة طبعا بسبب ان هي عملت tightened it. مس تايتن اند ات يعني شدتها عليهم جامد. How did Ginger and Black Beauty become hurt? كيف اصبحوا متألمين؟ Ginger began to kick shot so hard. هي بقت بترفض بترقل بشكل صعب جدا. That they حيث هما fell to the ground. سقطوا على الارض. In what ways was Earlshall Park better than Prettwick Park? كانت much bigger. It was much bigger than Prettwick. كانت أكثر في المساحة أكبر في المساحة. And more modern. وأكثر حداثة. يعني حديثة أكثر. يعني. What is the of the number three bus? What is the destination الوجهة اللي رايح عليها اللي رايح ليها اتوبيس رقم 3. The train to Aswan at 10 p.m. tonight. Leaves هنا مضارع بسيط present simple بيدل على المستقبل في حالة جدول المواعيد table time. جدول المواعيد جدول المواعيد المضارع البسيط بيدل على المستقبل. ما اقولش will leave لا هي leaves. القطار الى اسوان سيغادر leaves مش معناها يغادر هنا معناها سيغادر at pm في الساعة العاشرة tonight الليلة. يبقى الحالة الوحيدة اللي فيها المضارع البسيط بيبقى بيدل على المستقبل في جدول المواعيد. هنا ده جدول مواعيد. When I was a boy I was to reading short stories. When I was a boy I الإجابة addicted. أنا كنت مدمن قراءة قصص القصير. محمد looks very happy. He must have passed the exam. محمد يبدو انه سعيد جدا. هو يجب ان
انه عبر الامتحان او اجتاز الامتحان. I like the job of the manager. بحب وظيفة المدير. He gave the instructions. بدي تعليمات to the workers للعاملين. My mother ordered me not to walk on the road. أمرتني إن أنا ما أمشيش على الطريق. Rewrite the following not to work. ما أقولش don't. ما أقولش don't. لو الجملة ما فيش ordered me كنا قلنا doesn't work. ماشي. طيب my father promised to buy a tablet for my sister. Will. يبقى نقول my father will buy a tablet for my sister. نشيل promised دي خالص. ماشي. Adele's arm hurts. هنا جملة معناها أبي وعد بأن هو يشتري تابلت لأختي. فهنقول أبي سيشتري ويل سوف أو سيشتري تابلت لأختي. Adele's arm hurts. زراع عادل يؤلمه. Perhaps he broke it. هو من ربما ان هو كسره. نقول Adele's arm hurts. He might. هنستخدم might بدل perhaps. بس might بيجي بعديها مضارع تام. Have broken. Might have broken it. وهتبقى نفس المعنى برضه. You should. عشان هو حاجة حصلت في الماضي ولها أثر لحد دلوقتي. المضارع التام have broken it. والماضي البسيط بيجي بعد perhaps. ماضي بسيط. You should stop eating sweets. The doctor said to Ali. Advised. طبعا هنشيل الأقواس وهنقول the doctor advised بدل said to هتبقى advised Ali. نصح علي to stop. وهن طبعا نشيل شد دي. To stop eating. انه يتوقف عن اكل sweets الحلوة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسيش بقى الاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.